بكل السادة المستمعين، العناوين الصحف الصادرة هذا اليوم لحد 7 فيفري 2021. نبدأ بجريدة الشروق. تقريبا كل الصحف تحدثت على المسيرات في العاصمة والجهات في ذكرى اغتيال شهيد بلعيد. الشعب يريد الحقيقة. بارومتر المناخ العام جان في 2021، الثقة في الرؤساء الثلاث، قيس سعيد 52%، المشيشي 38%، والغنوشي 19.5%. في اتفاق جديد تفعيل أكثر من 50 اتفاقية والمفعول المالي على سنتين. هذه جريدة الشروق. نمشيو جريدة المغرب، ذكرى اغتيال شكري بالعيد، الدم النازف على الدوام، الجيل الخطأ يعيد تشكيل المشهد. جريدة الصحافة، رغم ذلك وصلت الرسائل. جريدة الصباح، العاصمة تنتفض في ذكرى اغتيال بلعيد. كما قلت لكم بعناوين مختلفة تصدرت طبعا الصحف المسيرة الحاشدة اللي نددت بين النظام ودولة البوليس. نمشيو لهذه العناوين اللي إن شاء الله كما قلت تاع الجرائد الصادرة هذا اليوم في تونس، وإن شاء الله طبعا تاخذوا فكرة على مختلف العناوين الأخرى اللي تم عنونتها في الصحف الأولى. كما قلت لكم النزاع الدستوري وأزمة اليمين، المحكمة الإدارية قد تكون الخيار القادم للمشيشي، هذه جريدة الصباح. لتمويل الميزانية، الحكومة تمكن من تعبئة 2.7 مليار دينار قروضا في أسبوع. حكا نصروا لجرائد اليوم، إن شاء الله لكم مبارك ونبقى مع